يتزايد المشهد الأمني في حضرموت تعقيدا بعد تسارع وتيرة الهجمات التي ينفذها مسلحون يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة. فقد ذكرت مصادر عسكرية قيام الجيش بصد هجوم على نقطة رأس حويرة العسكرية واعتقال 9 من المهاجمين. الهجوم على هذه النقطة التي تعد بمثابة البوابة الشمالية للمكلا يأتي بعد أيام من خوض الجيش لمواجهات توصف بالعنيفة مع مسلحي التنظيم على تخوم البوابة الغربية، والتي تشير تقارير إلى استخدامها من قبل الجماعات المسلحة لتجميع عناصرها وممر لتنقلهم بين محافظتي حضرموت وشبوة، مستفيدة من اتساع مساحتها الجغرافية ذات التضاريس الجبلية الوعرة. منذ وقت ليس قريب يعني المنطقة الغربية لمدينة المكلا نتيجة لطبيعتها الجغرافية المعقدة، وهناك امتدادات إلى مناطق أخرى ليست إداريا تتبع حضرموت، لذلك بعد أن استطاع بناء حضرموت بإسناد دولي وإقليمي من تطهير مدينة المكلا، كثير من هذه العناصر فرت إلى هذه الأودية واتخذتها مأوى لإعادة ترتيب صفوفها للقيام بعمليات إرهابية. وتأتي هذه التطورات لتتوافق مع دعوة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني لقبائل الهضبة الوسطى والمرتفعات الشمالية وتلك التي تقطن المناطق الغربية لتشكيل حزام أمني قبلي لمنع تسلل المسلحين إلى أراضيها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.